السلام عليكم. انا شو بغي؟ صح فلوس ولا شي درهم؟ انا ما كسبتش يا صاحبي، انا عندي 50 فرنك دابا. دي 50 فرنك يا صاحبي، انت تقول لي صاحبي 20 درهم؟ الا بزاف يا صاحبي، 20 درهم يا صاحبي مشي اكبر بنك في المغرب يا صاحبي باش تجيب 20 درهم يا صاحبي. مش عارف شنو هي 20 درهم يا صاحبي ولا ما عرفتش؟ وصدرها كلشي، الدار ولادك المراه داخل العائله ديالي راه كامله صدرها لي باش تجيب 20 درهم يا صاحبي. راه 20 درهم ماشي ساهله صاحبي، راه جوج سفير ثلاثه الملوك تما صاحبي، راه بزاف صاحبي، بزاف صاحبي. انا قلت له عندي 50 فريق في راس مالي دابا، يلا رهن كلشي. صاحبك اللي تلقى في الطريق رهنو، صاحبك اللي غتلقى في الطريق رهنو، صافي يلا سلام عليكم. يلا طاح. الو السلام عليكم. نعم الو ماي فريند. وي ماي فريند، وي صديقي. اوكي شحال قصيد الفلوس ماي فريند؟ صك 10000 دولار. ضحكتني ماي فريند. قصك الفلوس يا صاحبي، انا نعطيك الفلوس كاين 100، قصك 10000 دولار نعطيك 100000 دولار، نعطيك مليون دولار، 10 ملايين دولار، 100 مليون دولار، مليار، نعطيك مليار دولار، تريليون، سمعتني نعطيك تريليون، تريليون باش تولي دير العقارات الشركات، فهمتيني؟ تولي مليونير، تولي تريليوني، تولي تريليوني، فهمتيني؟ يلا، سمعتيني، كون هاني، حنايا كنطلع شي كيطلع شي، شي كيطلع شي، ماشي بحال المغاربة، المغاربة شي كيصطاب على شي، فهمتيني؟ ايوا مزيان، يلا عندك تريليون، كون هاني، تولي الشركات العقارات كلشي كيتحكم فيه نتا، خوي راسك. يعني شنو هي الحياة السعيدة؟ ماشي مشكل يا الله. يعني شفتي المغاربة كيجيو عندنا حنايا باش يشوفوا الأورو، الأورو الأورو الأورو، الصغي يشوفوا الأورو، يلا باش يجيو عندنا يشوفوا الأورو ولا هذاك الشيء ديالنا حنايا، ما عندهمش الحقوق، عندهمش هذا، هذا كيصطام على هذا. يلا السلام عليكم، يلا ما نطولش عليك، يلا قطع. جوج سوايع عدز لك تريليون، صافي جوج ساعة تولي مليون، تريليوني دابا، يلا قطع. يلا السلام عليكم. اوكي ماي فريند، يلا